أعوذ بالله. شو هالحل يا غنيم؟ يا غنيم يا غنيم. تعوذت مرة حسب حلم، لكن الحقيقة عوذتين. أقول هذا تاليها يا أبو عربة. أفا، إذا ركضت يركض، وإذا وقفت يركض. والمصيبة شاغل عقولهم. حل اللغز سهل يا زهار. لو غنيم عندي حله، ويش حين تشوفه ويشوفك ينبيك لما يشله ميت ما له اوصاف، يسبك دوم ولو ترده يلبيك، ولا تشوفه غير لحظه ومخطاف. انتبهت للغز؟ اي انتبهت، بس ما عرفت ايش يقصد. يقول لو سمعوا غنيم بحله، قصده يضايقنا. اليوم نعده في مجلس طالوم، يحلونا هالشياب لو ما حليناه. لو عديتوه الطالوم تراه يذبحكم، راه يعرف انه مني. اي صحيح صحيح، نسيته انه موصيكم بعد يكلمني. تلقى شنو الحل يا زهار؟ ضاق صدري. يا رجل، اليوم بغيت تذبحنا بمجلس طالوم ونهوجس بلغزك. حله لنا ليحل رقابنا. فكر يا زهار، شي حي مع كل البشر. مع كل البشر؟ هيه. وشلون أشوفه ويشوفني؟ تشوفه لما يشله ميت ما لها وصاف. ضيقتها أكثر. زين يا زهار زين، قم جيب دلة القهوة وابشر باللي علمك. الحل سهل، قم. معقول سهل وحنا ما نفهم؟ ما حد منع القهوة عنا. خاف نقهويه وتطلع على جلودنا. أبوي كل يوم يرسل له دلة، طالوم قال لا تسلفون معه، ما قال لا تقهونه. بس أنا نفسي أعرف الحل صحيح سهل مثل ما قال. الجواب بالقهوة. جيب دلتكم. وعتنا بحل اللغز إذا عجزنا. عجزت يا زهار؟ عجزنا. المراية ما بها روح ولا لها أوصاف. زين، وشنو الحي اللي لو شالت المراية تشوفه ويشوفك؟ معقول يا زهار؟ شي منك؟ الشوف. هذا هو، هذا هو صحيح. بس شلون لو سبقنا رده؟ تغمض عيونك وترده. يا شيخ، عندك لغز ثاني؟ حي الله واحد من هالي. الحمد لله على سلامتك يا عمي.
الحمد لله على سلامتك. لا تبكي يا ولد، لا تبكي. أكثر مرة أفرح بحياتي بشوف أحد. هلا بغنيم، هلا. والله والله يا عمي حتى أنت شوفتك تسوى شوفت البيارك كلهم. اشتقت لقهوتك وسوالف كل مالها معنا. إيه يا عمي، إيه عمي هلال أرسل معي هدوم وأرسل معي هذولي. هذا الشيء الوحيد اللي ما يلزمنا يا غنيم، المال. يسلم عليك ويقول انت كريم تيجي ساعة حاجتهن.